قيل إنه من يشرب من هذه المياه لا يكبر في العمر أبدا. بحث عنها الإسكندر الأكبر ورحالة إسباني شهير، إنها ينابيع الشباب أو نهر الخلود الذي بحث عنه الكثيرون ولم يجدوه. لكن قيل إن هناك رجلا واحدا فقط وجده بعد سنوات من البحث، فهل حقا ما وجده كان ينبوع الشباب؟ قيل إن ينبوع الشباب هو مياه تمنحك الشباب الدائم بمجرد أن تشرب منها، فلا تشيخ ولا تكبر في العمر أبدا. بدت قصة ينبوع الشباب منذ عصر الإسكندر الأكبر الذي كان يبحث عن ينبوع الشباب في رحلاته المختلفة، وقيل إنه صادف نهر الجنة وإن به مياها لها القدرة على الشفاء والعلاج في القرن الرابع قبل الميلاد. قيل إن الإسكندر الأكبر وأخته شربا من هذا النهر الذي أطلق عليه البعض ينبوع الشباب، لكن ظل مكانه مجهولا رغم بحث العديد من المؤرخين عنه. ولم تتوقف الأسطورة عند الإسكندر الأكبر، بل انتشرت في فترات كبيرة في التاريخ أن ينبوع الشباب موجود في جزر الكناري، وذهب الكثيرون للبحث عنه، وقيل إنه موجود في اليابان، وقيل إنه في اليونان، وكل ذلك في خلال العصور الوسطى. لكن قصة المستكشف الإسباني بونسي دي ليون مختلفة تماماً، فهذا الرجل هو الذي اكتشف ولاية فلوريدا عام 1515 أثناء البحث عن ينبوع الشباب. جاء ذكر شخصية إسبانية تدعى بونسي دي ليون كأكثر شخصية قامت بالبحث عن ينبوع الشباب. هذا الرجل كان يعيش عام 1500، وكان يبحر ليكتشف الجزر المختلفة وشبه الجزر في العالم. فقد كان منطلقا بثلاث سفن بحرية، وفجأة اكتشف شبه جزيرة أطلق عليها فلوريدا على اسم عيد خاص بالإسبان. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فهو أيضا اكتشف دولة كبرى أثناء رحلاته الاستكشافية أصبحت دولة بورتوريكو حاليا، وعاش حاكما عليها فترة طويلة، لكنه ظل يبحث عن ينبوع الشباب. وقيل إنه كان لديه عارض صحي ما جعله يبحث عن ينبوع الشباب بحماس كبير، لكنه دائما كان في خلافات مع الهنود الحمر في الأماكن التي كان يحاول اكتشافها، فكان يدخل في معارك كثيرة معهم، وأصيب أثناء إحدى المعارك معهم ورحل عن الحياة. وبالطبع بعد سنوات طويلة تنازل الإسبان عن ولاية فلوريدا للأمريكان، ولكن ظل السؤال هل وجد هذا الرجل بالفعل ينبوع الشباب، خصوصا وأن هناك رساما يدعى توماس مورن قام برسم لوحة لبونسي وهو يحارب الهنود الحمر، وهناك نافورة أطلق عليها نبع الشباب. ويعتقد بعض الأمريكان أنه يوجد في ولاية فلوريدا منطقة تسمى سان أوغوستن يوجد بها نبع يشاع أنه هو النبع الذي اكتشفه بونسي، وهو ينبوع الشباب الدائم، ويطلق عليها البعض ينابيع دي ليون، وهي شبكة واسعة من ينابيع المياه العذبة تبلغ حرارتها 27 درجة مئوية. ولا زال الناس يصدقون أن الشرب من تلك الينابيع يعطي الصحة والشباب، فهل تعتقد ذلك أيضاً؟